رمضان كريم وينعاد علينا وعليكم بالصحة والسعادة والعافية، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم الرمضاني المفضل، برنامج فوق السيطرة. ضيف حلقتنا لليوم جاي من دبي لعمان عشان شغل، فاستغلينا جيته قبل ما يسافر بكرة. ضيف حلقتنا لليوم راح يكون هو فالناس أغلبها عنا بالأردن بتتسحر حمص وفول وفلافل، فحبينا نخلي ضيفنا اللي هو عمور يوقف ورا بسطة الحمص والفلافل ونشوف شو راح يصير، إذا حيقدر يزبط الدور أو لا. وطبعاً أكيد ما بدنا ننسى شكر خاص لمطاعم حمادة اللي سمحوا لنا وعطونا فرصة إنه نصور عندهم داخل المطعم. فقبل ما نبلش لا تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب ويلا. يلا جاهز؟ والله كيف اللي طالع ظابط؟ لا 100% شيف، خلص 100% شيف. بس مش عارف كيف لقوا مريول على قدي. يلا ما شاء الله. جاهز؟ جاهز. يلا توكل بسم الله. انا اسف يا منتصر، خايف يسمعني. صوت. انا اسف يا منتصر، بس والله غير تبلع. والله انا حامل حالي من زهقان وبدي اقوم، بس انه حكمل معك للاخر مشان تبلع. فاليوم ان شاء الله راح اكون مع منتصر في البرنامج، منور البرنامج منتصر. احكي له هلا قلبي. هلا 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 قلبي. رح فيه الان. اهلا وسهلا بضيفنا. يلا كيف حالك يا عمور؟ هلا اخوي. شوف لنا اقرب كاميرا من عندك واعطينا تحيه. هاي جايز، كيفكم؟ شو اخباركم؟ احلى تحيه لمنتصر واللي حواليه. خلينا نحط هاي عشان ما يزعلوا منا هون. اسمع، امشي بالممر ونطمط ورقص. شباب شباب، حمو حمو حمو، شباب حمو حمو. خلاص كيف تعبت. تفضل. هلا. علبه زيت زيتون. قول له بدك معها كاتشب. بدك معها كاتشب. كاتشب. بس طب مايونيز. يعني. مايونيز بس. طب فيش تاخذها اذا ما بتاخذها؟ لازم كاتشب معها. خليها كيس. كل شيء معي بس كيس. تفضل. لا بدون كيس، ما بنعطي اكياس احنا. لا بس بدك اكياس لانه مضره بالبيئه. قول له ايش بدك. ايش بدك؟ دقيقه. قول له ايش 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 ايش؟ الله يعافيك. اسمع بدي احكي بليلة بلبلوكي. شو هاي بليلة بلبلوكي؟ يا سلام. وين؟ كمان بدك كمان؟ والله مزبطينك. يا زعل. احكي له احط على الفول كاتشب. يسوي لك دورة. حط الغطا بس. احط لك عليه كاتشب؟ بس حط الغطا بس. الخلطة؟ حط الغطا عليه وبس. قول له ايش؟ طلع قول له ايش؟ يلا مشان الله. ايش؟ الزلمة مستعجل. كمان قول له ايش؟ ايش؟ لك ولا شيء، اعطينا الاحاتف. ايش؟ اعطينا التتبيله. التتبيله يا اخوي، التتبيله. التتبيله هاي معلم ما راح تاكل زيها. لا بارك والله؟ يا دام مستحيل. الله يسعدك يا رب. قل له طلبت شيء كمان؟ طلبت شيء كمان؟ هذول؟ بكيس بدك اياهم ولا بدون كيس؟ لا احطه بكيس. ايش؟ صحن؟ ايش؟ ايش؟ يلا حبيبي يلا بس. ايش؟ شكرا حبيبي. ايش؟ الله ايش؟ خلص ممكن تاخذ الشهاده. الله يسعدك يا رب. بدي اطلع اوصلك اياهم على السياره. تفضل. السلام عليكم. تفضل. عمي 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 لو سمحت. هي في اللي قبالك، قول له ايش طلبك. تفضل حبيبي، ايش طلبك؟ قلت له وجبه قلت له البرجر. قول له تفضل. طيب. سندويشتين طيبين. تفضل. الف صحه وعافيه. الف صحه وعافيه. ايش؟ وجب مش طالب هيك انت؟ شو طالب؟ دقيقة شو مكتوب هون؟ بالله يا صح. هاي برجر، تفرج. مش برجر؟ برجر مكتوب فلافل. يا زلمة هي انا قرأت اللي فوق. حقك علي هسه بعمل لك وحدة. حقك علي هسه بعمل لك وحدة. عمورة الاشي اللي بقول لك لا تحطه حطه. ايش بدك ما احط؟ سلطة طحينية بس. يعني احط طحينية. ايوه ايوه. وشطة؟ لا يسلموا. تمام. حط شطة حط. خربيك. بقول لك لا يعني. مخلل؟ حط مخلل. يلا. بده مخلل؟ لا مخلل بدك؟ حط لي اوكي بندوره. طب ضيف كمان شطه. قول له زياده شطه لعيونك. هاي كمان احلى معلقه شطه لعيونك.
بس زودت لها هي عشانك والله. يعني انا لناس ثانيين ما بعملها والله. الله اجت الرزقه. هلا هلا كيف حالك؟ شو اخبارك؟ شو بدك؟ سندويشتين عادي؟ معلم احكي علبتين فول للشب هون. علبتين فول للشب هون بس لو سمحت. اثنين فول اه معلم؟ اثنين فول اه؟ لا سندويشتين. مكتوب سندويشتين فول. سندويشتين فول؟ اه. لا حمص. اه. علبتين فول بس للشب هون لو سمحتوا. لا سندويشتين. اه؟ سندويشتين حمص. اه. علبتين فول. ايش بده قول لي ايش بده. تفضل تفضل. شو وانت بألف خير. وانت بخير. شو علبه حمص صغيره 20 حبه فلافل سخنه. علبه حمص صغيره وخمس حبات فلافل للمعلم هون. علبه حمص صغيره وخمس حبات فلافل للمعلم هون. 20 حبه فلافل 20 5 مكتوب 5 يا اخوان. تاكدت مع لها دقيقه شو لا لا صح 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 5 5 حبات؟ لا لا 20 اه؟ قديش كم حبة 5؟ شوف اقرا انت والله عيني وجعتني. كل عام وانتم بخير. مالك اليوم؟ اه؟ مالكم اشي؟ والله يعني كم خفية معانا اشي؟ ايوه كله صح صح. هي تصور هناك. ايه في زبون بتجيب حبة فلافل قول له تفضل بس يجي مد ايده انت كل الوين ما بدك هون تفضل قول له تم طير طير والله مو انا والله الزبون الثاني والله الزبون الثاني قول له عفوا شو بتلعب بالتليفون؟ التليفون بالمره افتح لك نت. شو بتسوي بالتليفون؟ افتح لك انترنت؟ استنى الفلافل. لا والله كم حبه بدك؟ دينار. ها؟ دينار. قول له اسمع قول له خلص ارجع العب بالتليفون. خلص اشتغل بتليفونك انت وانا بظبط لك الدنيا ما عليك. يلا قول له اكلت راسي لانك. لا اكلت راسي شو معلم ما بزبط. معلش بحكي مع صاحبيتي. سلم يا سيدي. اه بسلم عليك محمد. الله يسلمك ويطول عمرك. اعطيه الكيس بس يجي ياخده اسحبه انت ضلك هيك. كمان اسمع اسمع ارجع خذ الكيس من قدامه. اعطيني كيس اكبر لو سمحت. لا لا جنبك انا على السحور لا كان ضربنا عموره ارجع اعطيه الكيس وارجع اسحبه وعيدها 3-4 مرات تمام اوكي تفضل واحد واحد لا اربعة لا 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 خلاص خلاص زعلت منه زعلت حبيبي سلم عليك حبيبي لا تعال دقيقه بقول لك قاعدين بنصور فيديو لليوتيوب بعد اذنك يعني اذا ما بتزعل يعني حبيبي امورك تمام اكيد وطبعا هيك حلقتنا بتكون خلصت لليوم مع عمور شو رايك انبسطت كثير صراحه انا عم بفكر افتح مطعم واشتغل فيه يعني الامانه زبط الوضع حسيت بالبقلك اه يعني مكان لا بقلك حتى في ناس انبسطوا علي انه قاعد بعطيهم فلافل بس حاب اظبطهم حسيت انبسطوا والشعب الاردني اخر فتره كثير حاسه صاير يتقبل مزح صاير خفيف دم غريب انا مستغرب كيف انه عادي بتحكي له بنصور بقول لك ماشي مش مشكله خذ راحتك اه صح فبس والله هيك بتكون خلصت حلقتنا لليوم لا تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب وبشوفكم بالحلقات الجاي سلام السلام فاهم عليك نزح معك عم نصور فيديو بس لليوتيوب راح تزعل منا عمو ناس حياك الله نورت عم نمزح معك احنا انت محترم الله يسلمك